الاحتواء، لا سيما في لحظات المشكلات وفي لحظات الغضب، لأن الأسرة يعني سيكون فيها هكذا ويكون فيها هكذا، والأيام دول والمشكلات دول، وهكذا يعني ساعة وساعة، وأنه أضحك وأبكى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء في مرة من المرات يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد عائشة ابنته رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فلما دخل أبو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أبو بكر فتناولها، يعني كأنه ضربها بيده وقال لها يا ابنة أم رومان، يعني يذكرها بأمها، يعني كان كأنه يقول لها ده أنت أصبح لك شأن بعد أن تزوجت بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف صوتك يعلو عليه؟ يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتناولها، فحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عائشة وبين أبيها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه جعل، شوف الرواية سبحان الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويترضاها صلى الله عليه وسلم. يعني يترضاها، يعني يتكلم معها حتى ترضى، رغم أنها هي التي كانت ترفع صوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أي شيء، أبوها هو الذي قام بذلك. وجعل النبي يترضاها، شوف يعني رقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.